أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة جرو وأبداع. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. في فيديو اليوم راح نكون برسم آنيا من الأنمي الشهير سباي إكس فاميلي. اسم الأنمي يمكن هيك اسمه، أكيد إن شاء الله ألفظه صح. طبعا هذا الأنمي حديث حديث حديث، نزلوا منه 3 حلقات، ترندوا علي مرة واحدة لدرجة انه حقق مشاهدات عالية، حتى في منهم بيحكوا انه تتخطى الاتاك وانا مش عارف ايش. فقلت بدي اروح اشوف هالانمي اللي مجنن الدنيا، لو بالفعل طلعت قصته جدا رائعة. فمشان هيك الصراحة في عندي طلبات كثير، لكن هاي الطلبية هي الصراحة بناء في اجى طلب عليها، وكمان انا حبيت اللي ارسمها بإذن الله يعني مع باقية الطلبات اللي راح ترتسم في الأوقات لاحقة بإذن الله. طبعا أنا كنت في هذا الفيديو محضر، يعني طبعا أثناء الحديث كنت برسم العيون، عيونها مدورة كالعادة. كنت محضرة أني أرسم شخصية غير هذا الشخصية، مش حابب أحكي شو الشخصية اللي كنت راح، بس اتخذت قرار، يعني متأسفة كثير، اتخذت قرار في اللحظة الأخيرة في الدقيقة 90 أني بدي أرسم صورة آنيا، لأنه الصراحة هي شخصية جدا رائعة ونالت إعجاب الكثيرين والكثيرين والكثيرين. حبيت أني أرسمها بالخطوات للي حابب أنه يرسمها بهذا الشكل. طبعا بداية قمت برسم أقواس ضخمة، عيونها كبيرة نوعا ما، طبعا أكيد عيونها كبيرة لأنها طفلة، لأنها طفلة. دائما في قوانين الأنمي الأطفال بكون عيونهم كبار وهم صغار، بس يكبروا بصغرين هيك فجأة، بطول الوجه وبصغرين العينين، فهذا دائما هيك هيك يعني نظام الأنمي. بنصح بالمشاهدة طبعا، الأنمي جدا رائع جدا جميل، ارتفع الترند له مرة واحدة، فقلت يعني حاب أني أرسمه، وكمان أجتني طلبية عليه الصراحة، شفت فيه كمان طلبية، فحكيت بيني وبين نفسي خليني في البداية أرسم آنيا، حلو أني أرسمها لأنها حاليا عصرها ماشي وهكذا. طبعا أنا هنا ليش صافني ومش عارف ليه، كنت يمكن بحكي مع ابني والله ما بعرف. تمام، راح اكون برسم الفم. الفم طبعا فمها كبير، يعني بسمتها كبيرة نوعا ما، وهي شخصية جدا رائعة. بوسع هنا بس شوي بسيطة بالعين، برجعها لورا هذا الشكل، خلص هيك خلصت العيون. تمام، هسه راح اكون برسم اللي هي الفك السفلي. طبعا متذكرين وجوه LOL الالعاب لول؟ زي وجه العاب لول مربع بهذا الشكل، جاي مدور بيضاوي مش عارف مربع هيك. تمام، هسه راح اكون برسم خصل الشعر الاماميه. طبعا خصل الشعر الاماميه دائما ببدا فيها يا من الجنب يا من المنتصف على حسب ما انا شايف ملائم بالصوره. كل خط بلزقه بخطه في الشعر. تمام، هسه هنا بحدد علو الرأس بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، يعني انا بفتح على ازيد من صورة عشان اعرف اشوف وارسمها بالضبط. طبعا خصلة الشعر هاي جاي على الوجه بهذا الشكل، بكون برفعها بهاي الطريقة على حسب ما أنا شايف بالصورة بالرسمة. يعني هي تسريحتها شعرها كريه، شعرها كريه كثيف جميل وردي. هي شخصية كثير حلوة ومحبوبة الصراحة، يعني الشخصية لها معجبين كثار، لخص الفتيات يعني كواي، يكون عن جد هي very very كواي. طبعا هنا بلشت أمد ب خط الوجه عن الجنب زي ما انتم شايفين، كنت بدي امد خصلة شعر بس غيرت رأيي، بدي امد خط الوجه، ظل كمحي وظبط، ظل الخطوط هن ستكوني بظبطهن، يعني هن فيش اشي بتغير، بس انا اللهم اني بحاول اني اضبطه بشكل يكون ملائم للصورة.
خلص بكفي بكفي مسح بالوجه خلص هذا آخر خط. هسا برسم شوي طرف الأذن بعدين بمد الخط بهذا الشكل بسكره بهاي الطريقة. برجع بمد بقية خصل الشعر بهذا الشكل. تمام. هسا هنا قمت زي برسم الرقبة بشكل خفيف. هسا خطر عبالي كمان شوية هسا بقولكم بعد ما أرسم اللي هو تسكيرة الكبة هذا الشكل، بعدين بكون برسم الاتجاه الآخر. لازم يكون الملائمات يعني أطلع على الاتجاهات كاملة أثناء الرسم. بكون برسم زي قطعة مربعة هنا هيك بتيجي شكل مربع، لازم يكون ملائم. فيها نقيلات صغيرة ملفوفة عليها الشبرة بهذا الشكل، هودي في أسفل القبة الأمامية. طبعا أنا أكيد مش ناسي الطلبات، أكيد أنا رح أنفذ لكم جميع طلباتكم القناة طالما رح يرتسم فيها كل يوم. أنتوا بس ضلكم اكتبوا في التعليقات شو أنتوا بدكم وطلباتكم أوامر ولا يهمكم. وعلى فكرة في بشرة سارة رح أحكي لكم إياها بخصوص القناة، احنا قربنا على 80,000 مشترك ويمكن وصلناها ما بعرف. اول شيء حابة احكي انه اهلا وسهلا بالزوار الجدد، شرفتوني ونورتوني جميعا. تمام. انا هنا قاعد بتطلع على الصور، سبق وقلت لكم اني انا بنكل من ازيد من صورة، خطر عبالي اني انا ارسم ايدها هيك محطوطة على راسها. ركزوا لي على الايد كيف بدي ارسمها هالكيد. انا كنت بدي ارسم الايدتين الثنتين بس قلت لا بدي ارسم ايد واحدة والايد الثانية مهود، فقلت لنفسي يعني لا حرام شو. انا مسحت على فكرة اتجاه ثاني عشان كنت بدي ارسم ايد، بس مش رح ارسم هلا في اتجاه ثاني، رح ارسم اللي بهذا الاتجاه. عملت خط دائري زي ما انتم شايفين، خط اولي دائري مديت الاصبعين عليه بهذا الشكل، بعدين بكون بمد الاصابع القصيرة، وبعدين اخر شيء برسم اصبع الابهام بهذا الشكل. جدا سهل جدا سهل، وإيدها إيدها صغنوني ومدحبرة كثير حلوة كيوت. مش عارف كيف العائلات الثانية مش متحملينها ومرجعينها على يي. بديش أحرك عليكم، لا بديش أحرك عليكم الأحداث، لا خليني الناس بلاش أحرك، لا تجيني هالكيد تشكرات على الحرك. روحوا اتفرجوا عليه، روحوا اتفرجوا، بجنن الانمي بجنن. الحمد لله لسه الاستديوهات الانمي بخير ولسه اليابان بخير، تنتج لنا اروع واجمل انميات في العالم الحمد لله. الله الله لا يقطعنا يا رب. يعني عن جد متعتي في الحياة هي متابعة الانمي. الانمي بنسيك همومك، بنسيك العالم الخارجي، بنسيك الحياة كلها. مجرد متابعة الانمي يعني عن جد بيعطي أجواء جدا رائعة. حتى ولادي مالك أوتاكو بحب الأنمي كثير زي يعني أخذ زي، وأنا والله مش يعني أني أنا غصبته ولا إشي، لا قلت إذا بدك تتفرج على اللي بدك إياه فيك تتفرج على اللي بدك إياه، لكن أنا بحب أتابع الأنمي. فقال لي لا أنا مستحيل أتفرج على الكرتون، أنا بحب الأنمي. قلت له أنا بفضلش هذا عن هذا، لكن الأنمي هو الاشي اللي انا كثير بحبه. اثناء الحديث كنت برسم اليد، انا طبعا كل شوي بوقف في الفيديو بصفن في التلفون بشوف كيف الوضعية اللي انا بدي ارسمها. يعني شوفوا يعني اطلع على الصورة اللي انا برسمها وطلع على التلفون اذا مركزين فيه، الوضعية بتختلف عن الوضعية اللي انا برسم، بس انا شو بنكل جزء من هان بنكل جزء من هان، بركب تركيب الصورة بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. هيك الصورة جهزت معي، بس في طرف طبعا هنا رسمت شو اسمه زي هيك اشي حاططه على ذنيها على راسها قصدي، بعرف هيك هو ستايل اللي إلها رادارات يمكن رادارات ال. هسا شو عنا هنا؟ في عنا هنا تفاصيل، انا بدي افتح التلفون هيك بس اشوف التفاصيل. شايفين بتفرج على ازيد من صورة اللي هو تفاصيل الملابس بهذا الشكل. طبعا حبيت احكي انه الصورة طبعا راسها شوي مكسوم من الاعلى، في الها كمان خصلة شعر هيك طايرة لفوق زي حبة الاجاصة. مع الاسف الشديد ما يعني ما ارتسمتش، ففيش لها وساع الصراحة. كنت بدي ارسم الوجه اصغر بس قلت يعني ليش ما نسرت مكمل الصورة.
طبعا أثناء حديثكم هسا انتقلت لمرحلة التخطيط، بخطط الصورة زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. تخطيطها جدا سهل وبتمنى انه ترسموها، الصورة جدا بسيطة وسهلة، وبتمنى اهم شيء انكم ترسموا كمان الايد. خلينا نتطور شوي لرسم الايدين يا مبتدئين، يا مبتدئين ويا مبتدئين متوسط، او يا اصحابين الهواة اللي حابين انكم تتعلموا رسم، اهلا وسهلا. كمية الرسائل اللي بتوصلني منكم يا الله، شو بتعطيني طاقة إيجابية يا الله، عن جد الله لا يحرمني منكم، الله لا يحرمني من كل حدا كان لي أنا استفدت من قناتك، الله لا يحرمني من كل حدا عنده الكلمة الطيبة، الله لا يحرمني من كل حدا استفاد من قناة درو أبدع. كل الاحترام كل الاحترام كل الاحترام والتقدير والحب عن جد يا إلهي. الحمد لله لسه الدنيا بخير بوجودكم، عن جد لسه الدنيا بخير بوجودكم. وليش ما استمر؟ اكيد رح استمر ورح ارسم جميع الشخصيات اللي انتم بتتمنوها، بس ضلوا علكوا ضلوا علكوا ضلوا علكوا، لانه انتم مش واحد واثنين، انتم ما شاء الله مئات، يعني ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله يحفظكم ويحميكم وين ما كنتوا باي دولة. طبعا حاليا رح انتقل لمرحلة التخطيط، التلوين عفوا. خروتت. طبعا الان رح اكون بتلوين عيون آنيا، ركزوا لي هسا باللون الاخضر الغامق عبيت البؤبؤ، بالاخضر الفاتح حوالى البؤبؤ الغامق بالاخضر الفاتح، بعدين بستخدم الاخضر الغامق بعمل ظلال خفيف بهذا الشكل، بستخدم الاخضر اللي هو المتوسط فوق الاخضر الغامق بهاي الطريقة زي ما انتم شايفين. يعني هي عيونها جدا حلوات لسه بالانمي، يعني رسم الانمي صح، هذا رسم يدوي لسه بالانمي بجنن. بكون بعمل هيك لماع بسيط في العيون، بحط اللون السكني على بياض العينين، بعدين بكون بتلوين البشرة بطليها باللون السكري الباستيل. لما اقول باستيل يعني الالوان الفحمية اللي بتنمسح بالاصبع او بتنمسح بالمدعكة، بمسحهم في اصبعي، انا دائما بحب استخدم اصبعي، بحب استخدم اصبعي ازيد من المحرمي وازيد من المداعك. طبعا بستخدم لونين للشعر اللي هو لون الطبشورة، هو لونه وردي هو الطبشورة، والقلم اللي معي الباستيل اللي هو كمان لون وردي، لون وردي وردي، لكن اللي فوق لون وردي طافي شوية. بلونهن اثنين وبدمجهن اثنين مع بعض مشان يعطيني هذه النتيجة زي ما انتم شايفين قدامكم. للي بيحكوا لي طب ليش ما بتلوني بالخطوات، لانه التلوين بيستغرق معي وقت ازيد من الرسم نفسه. هي الصورة قعدت معي يعني رسم تقريب 7 دقائق 8 دقائق بالرسم بالرصاص، لكن التلوين بيستغرق معي وقت كثير، فمشان هيك بضطر اني اسرع. بنفس الوقت احنا يعني ما بنمتلك كلنا كفانزين يعني نفس الالوان، في البعض ما بيقدر يتوفر مع هذه الالوان يمكن، فانا بفضل اني الونها يعني باسلوب مسرع. وللي ما بيمتلك هاي الالوان انا طبعا بلونها عشان اليوتيوب وجمالية الصورة، بتعرفوا يعني بدي الصورة وبنفس الوقت بتعطيني سرعة. هسا هانا اذا بتلاحظوا بعد الاسود رشيت رشة فوق الاسود، وبعدين باللون اللي معي هنا قلم تلميع ذهبي قمت بعمل بعض التفاصيل على المثلثين المحطوطات على راسة، واخر شيء بقوم بتخطيط الصورة. مشان هيك فانز يعني تاخذونيش لما انا ما الون خطوة بخطوة، بالنهاية كلنا بنستخدم الوان مختلفة ومن ماركات مختلفة.